بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، أيها الأحبة في الله، بعد قليل بنسجل مشاركتنا في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2019. وهذه المشاركة عبارة عن قصيدة كتبتها في العام الماضي بهذه المناسبة كذلك، لكن في تلك الأيام يعني ما كان عندي قناة خاصة حتى نحطها ونشارككم، فحبينا نشارك في هذه المناسبة التي ستكون كما تعلمون جميعا في يوم 18 ديسمبر، يعني بعد أسبوعين تقريبا. لكن حبيت أنه أنزل هذه القصيدة في هذا اليوم لأجل أنه بإذن الله عز وجل راح تكون لنا مشاركات أخرى في هذه المناسبة، لأنه في نظرنا أنه مناسبات هذه ما تكفي أن تكون في نفس اليوم فقط تشارك بها أو تحتفي بها، وإنما هي جميلة أن تحياها في حياتك وأن تأخذها شعار لك، تعيش بهذه القيمة وهذه المناسبة طول حياتك. وهذه المناسبة اللغة العربية يعني قيمة عظيمة نفتخر بها جميعا ونعتز بها كمصدر فخر واعتزاز لنا كأمة إسلامية، لغتها العربية والقرآن كذلك لغته العربية ولغة أهل الجنة كذلك لغة عربية. هذه القصيدة كتبتها وكانت قصيدة للشباب. أمامي الآن بنتي مسرة، كأنها حفظت هذه الأبيات، صح سره؟ حافظ الأبيات صح؟ طيب إيش البيت الأول يا سره؟ حيو حيو شباب الباب الفتحية، أيوة، ما أصدق الكلمات بالعربية. ما شاء الله، هذا مطلع القصيدة. طيب إيش تذكري برضو من الأبيات؟ أبيات هي بالمسرة، هي بالمسرة نستلد حروفها، هي بالمحاسن تصحت بحلية، وإذا المودة والهوى تمت سيد الشد فراؤها صائد غلي، وإذا المال تصمت أغصانها وطرأ ثلاثا بجرة متية. ما شاء الله تبارك الله. طيب راح نسجل القصيدة، شاركونا في التعليقات وملاحظاتكم حول القصيدة. بإذن الله راح ننزل فلوق خاص بهذه المناسبة كذلك. ألتقي في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل في هذه المناسبة الغالية، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيوا شباب الضاد الفتحية، ما أفصح الكلمات بالعربية، يا فخرها يا عزها يا مجدها، ما دون ذلك فهو للعجمية. فزت العلا جزت السما، نلت المنى بالضاد لما تنطقون هوية، وتحدثون الجيل ترون المدى، أحلى ترانيم اللغات زكية، وتلقن الأرجاء لحنا شاديا عربية النبرات وهي شجية، تستنصت الأكوان إعجابا بها، أفلاكها الدوارة العلوية. هذه النسائم بالحياة تصاعدت، فاستنشقوا نسماتها الوردية. هذه الجمانة كم سبت أحلامنا وقلوبنا بعقودها الذهبية، هذه المليحة فتنت بجمالها قسماتها، بسماتها السحرية، فلتنعموا بجميلة فتانة غيداء قد زفت لكم حورية. هي بالمسرة نستلذ حروفها، هي بالمحاسن رصعت بحلية، وإلى المودة والهوى كم جيشت شعراؤها بقصائد غزلية، وإلى المعالي قد سمت أغصانها، وقرأ
ثلاثا بدرة مكية، فاستمسكوا بعرى الفخار، شبابنا فالضاد رمز الفخر والحرية، عضوا عليها بالنواجذ إنها رمز الحضارة إنها العربية.